Salam buat teman-teman di Palestina ya. Makasih kakak. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم سوف نسمع هؤلاء الأطفال الكلمة المسجلة التي أرسلها الطفل المحب لفلسطين محمد شعبان الغفري حلمي، وسنريكم كيف كان ردهم. يعني الكلمة التي ستسمعونها بعد قليل هي للطفل أغيف الذي يحب فلسطين كثيرا. هو طفل عمره 7 سنوات، دائما ما يدخر من مصروفه الشخصي ويرسل هذه التبرعات إلى أطفال فلسطين وليقدمها إلى الشعب الفلسطيني. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا مجد النجار، أود أن أشكر أخي محمد شعبان الغفري حلمي على تبرعاته لفلسطين، وأود أن أشكر كذلك إخوتي في أندونيسيا وأفريقيا. أنا الطالب ياسر محمد يحيى النجار، أنا أشكر أخي الطالب محمد شعبان الحلمي على تبرعاته لأطفال فلسطين، وأنا أشكر أيضا الشعب الأندونيسي كله.